كده دكاترة، احنا النهاردة هنكمل مع بعض الكونتنت بتاعنا. هنتكلم النهاردة على الفلتريشن والسنتريفيوجيشن. ايه هو الفلتريشن؟ الفلتريشن ده نقدر نعرفه باختصار ان احنا بنفصل insoluble solid from fluids او to immiscible fluids، بس احنا mainly اكتر حاجة بنتعامل فيها ان احنا بنفصل insoluble solid from fluid، تمام؟ باستعمال اشهر حاجة بنستعملها porous medium. اوكي، ال porous medium ده بيسمح للفلويد انه يعدي من خلاله لكن بيريتين السوليد فوق، زي ورقة الترشيح كده لو تفتكروا معانا لما اشتغلته في المعمل، تمام؟ طيب الترم فلويد عشان نبقى متفقين، الفلويد هو المائع، المائع هو السائل والغاز، عشان كده الفلتريشن ممكن يبقى فلتريشن من ليكويد زي ما كنا بنفلتر اي سوائل عشان نعمل سولوشن، او فلتريشن من جاسز زي الهواء لما بنفلتر الهواء من السسبندد بارتيكلز زي التراب اللي داخل ايه المصانع بتاعه الدواء. طيب الفلتريشن ده الاوبريشن بيحصل فيها ان انا بيكون عندي ميكشر من السوليدز والليكويد، تمام؟ ده بنسميه الفيد لما بيكون السوليد قليل، او يعني كده بنسميه السلاري، تمام؟ بنعديها من خلال بورس ميديوم. اوكي، فالسوليد زي ما اتفقنا ان هي تبقى ايه، ديبوزيتد او انتراب، يعني يا اما بتتحجز فوق او بتتحجز جوه الميديوم. طيب السوليد ده بيكون كده، يعني لما السوليد يتراكم في بعض بيكون حاجة بنسميها الكيك. يبقى الكيك هو ايه؟ هو تراكمات السوليد فوق بعض. اوكي، طيب والليكويد اللي نازل كلير ده بنسميه الفلتريت. يبقى الفلتريت هو الليكويد اللي نازل، والكيك ده الايه؟ السوليد اللي احنا حجزناه فوق الفلتريشن ميديوم. اوكي، لو احنا عاوزين السوليد فده بنسميه كيك فلتريشن، لو احنا عاوزين الليكويد فده بنسميه كلاريفيكيشن. اوكي، وعادة في الكلاريفيكيشن بيبقى السوليد قليل جدا، عادة ما بيتجاوزش 1%، لانه انا اساسا في البروسيس اللي قبل كده انا كنت عاوز ايه، مطلع الليكويد هو اللي انا عاوزه وطلع معاه بعض السوليد فانا بفلتره عشان اوز السوليد. يبقى لو انا عاوز بفلتر عشان عاوز السوليد بسميه كيك فلتريشن، لو انا بفلتر عشان عاوز الليكويد اللي نازل او الفلتريت اللي نازل فبسمي البروسيس دي كلاريفيكيشن. اوكي، طيب في الكيك فلتريشن بقى الموست كومن ابلكيشن ده الفلتريشن من السلاريز كونتيننج ريلاتيفلي لارج اماونت اوف سسبندد سوليدز، بتبقى عاده من 3 ل 20%. طبيعي ان انا عاوز السوليد في البروسيس اللي قبلها وانا بصنع هي بتنتج لي سوليد بكميه كبيره، بس السوليد ده جوه ليكويد، فبالتالي انا عاوز السوليد ومش هيفرق معايا الليكويد. فالكيك فلتريشن يبقى انا بريتين السوليد وبيبقى في نسبه من 3 الى 20%. اوكي، طيب السبتم بيعمل كانه سبورت الاوبريشن دي، والاكشوال فلتريشن كارد اوت باي ذا سوليدز ديبوزيتد از ا كيك. يعني ايه؟ يعني عاده كل السوليد ما يتراكم فوق بعضه بيعمل لي كيك، الكيك دي هي بقى اللي بتفلتر اللي بعدها، تمام؟ اوكي، في هذه الكيسز بتاعتنا يعني ان السوليدز may completely penetrate the system until the deposition of an effective cake occurs. يعني ايه؟ يعني عادة بتلاحظ ان تبتدي السوليدز بتعدي جوه السيستم، بعدين واحنا مكملين فلتر، يعني اول كمية من الفلتريت بتبقى مش كلير، بعدين يبتدي السوليد يتراكم لغايه ما خلاص كل اللي جاي بيتراكم فوق الكيك، والكيك ما بتسمحش بمرور اي سوليد تاني. اوكي، ففي الحاله دي الكيك فلتريشن بيبقى السوليد هو اللي بيفلتر مش السبورت او السيستم اللي انا حاطه. اوكي، طيب خلاص احنا اتفقنا انه الفلتريت في الاول بيبقى ايه، كلاودي، وعشان كده تو بي ريسايكل، يعني حبه الفلتريت اللي نزلوا في الاول وهما تربد انا باخدهم افلترهم تاني. اوكي، طيب بعد ما بفلتر عاده بما ان انا عايز الكيك فانا بعمل لها ووشنج، يعني بمرر ميه بعد ما فلترت خالص، بمرر ميه عشان تغسل لي البارتلز دي من اي حاجه تبقى اتسوربد على السيرفس بتاعها، بعدين بعمل بارشال دراينج او دي وولرنج.
بعمل بارشل جرايند او بسحب الميه علشان اطلع الكيك الى حد ما نظيفه بشكل كبير جدا من اي حاجه ادسوب على السيرفس بتاعها. بعد كده بعمل ديسشارج اوكي، والسوليدز او الفلتريت او الاثنين بحتاجهم، يا اما السوليد هاخده بعد كده اشتغل بيه، يا اما الفلتريت اللي نزل ده انا محتاجه، يا اما انا بحتاج احيانا الاثنين، بحتاج الكيك عشان ليها استعمال وبحتاج الفلتريت عشان بيحتوي على مواد دايبه او بيحتوي او ليه استعمال. طيب القانون اللي بيحكم الفلتريشن ده بنسميه دارسي لو. دارسي لو بيقول ايه؟ بيقول ان الفوليوم ريت اوف فلو، يعني الفلو بتاع الفلتريت، يعني اللي هو الفلتريشن، بيساوي ماينس كي، الكي ده الكوفيشنت بنسميه بالميابيلتي كوفيشنت، في الاي اللي هي كروس سكشنال اريا، اكيد لو بتفلتر على فلتر بيبر صغيره غير لو بتفلتر على فلتر بيبر كبيره، الكبيره اللي هي كروس سكشنال اريا اعلى فهتفلتر اسرع، مضروبه في الدلتا بي، والدلتا بي ده فرق البريشر. فرق البريشر ما بين ايه؟ لو انا بفلتر كده اهو، فرق البريشر ما فوق فوق الفلتريت اللي هو اللي بيزق لي الفلتريت والبريشر اللي تحت. فرق البريشر بين النقطتين دول ممكن اعمله باكتر من طريقه زي ما احنا هنشوف، بس عموما كل ما فرق البريشر يزيد كل ما الفلتريشن ريت او الفوليومتريك ريت اوف فلو يحصل له ايه؟ يعلى هو كمان. طيب مقسوم على الميو، والميو دي اللي هي الفيسكوزيتي بتاعه الفلتريت. بطبيعه الحال لو انت متخيل كده معايا بتفلتر ميه او بتفلتر جليسرين، مين هيتفلتر اسرع؟ اكيد الميه. الجليسرين بقى على ما يعدي من البورز هياخد وقت لانه فيسكس، فكل ما بتزيد الفيسكوزيتي بتاعه الفلتريت كل ما بتبقى الفلتريشن بطيئه. تمام. طيب ال L دي اللي هي الثيكنس بتاعه الكيك، برضو امر بديهي جدا، كل ما الثيكنس بتاعه الكيك تعلى كل ما المقاومه للفلتريت انه يعدي بتبقى اعلى، فبالتالي ال A الثيكنس بتفرق بالسلب، بتخلي ايه كل ما زي الفيسكوست، كل ما الفيسكوست تعلى الفلتريشن ريت يقل، وكل ما الثيكنس بتاعه الكيك تعلى الفلتريشن ريت يقل. تعالوا مع بعض نشوفهم ايه فاكتور فاكتور. اول حاجه البرميابيلتي كوفيشنت اللي هو الكي. تمام. الكي ده المعكوس بتاعه بنسميه السبيسيفيك ريزيستنس. فالكي ده برميابيلتي كوفيشنت، الريزيستنس هو العكس، يعني واحد على الكي يبقى العكس. فالريزيستنس هو ايه؟ ده ريزيستنس بوث اوف فلتر ميديوم اند ذا فلتر كيك. اوكي. الريزيستنس بتيجي منين؟ بتيجي من الفلتر ميديوم والفلتر كيك. اوكي. طيب عشان كده بيفضل ان احنا في الاول واحنا بنبتدي فلتريشن نخلي فرق البريشر قليل بعدين نعلى. ليه فرق البريشر قليل؟ عشان لو بادي فرق البريشر كبير السوليدز هتقوم مكبوسه في بعضها كانك بتكبسهم، فلو اتكبسوا مش هيبقوا فورس، مش هيسمحوا ايه بمرور الفلتريت بسهوله. بينما لو فرق البريشر مش عالي قوي في الاول هتكون الكيك عندي بورس وبالتالي تسمح بمرور الايه الفلتريت بشكل سريع شويه. اهي البوروزيتي دي تفرق في البرميابيلتي، كل ما تبقى الكيك بورس كل ما تبقى البرميابيلتي ايه اعلى. تمام. طيب بعد كده بنقول انه الثيكنس بتاعت الكيك طبيعي ان هي كل ما بتزيد الريت اوف فلتريشن بيقل، ودي احنا خلاص اتفقنا عليها واتكلمنا فيها. لما الريت بيبقى ان ايكونوميكلي لو، يعني لما خلاص بقى انا عملت كيك بثيكنس عاليه قوي فبقى انا بستنى 3 4 ساعات عشان يفلتر لي 10 مللي، فده مش منطقي. يبقى انا هعمل ايه؟ هقوم شايل الكيك وبالتالي ابتدي ايه البروسيس، هبتديها من الاول بريت عالي زي ما كان في الاول. يعني احنا متفقين كل ما السوليدز هتتراكم كل ما الثيكنس بتاعت الكيك تعلى كل ما ايه؟ ما الريت يقل. يبقى اول فاكتور اتكلمنا فيه هو البرميابيلتي كوفيشن. تاني فاكتور هو الكروس سكشنال اريا او الاريا، وطبعا دي بديهيه، كل ما الاريا هتزيد كل ما الفلتريشن ريت ايه؟ ريت ايه؟ هيزيد. طيب الفاكتور اللي بعد كده الفيسكوزيتي. اوكي؟ بديهي برضو كل ما الفيسكوستي هتعلى الفلتريشن ريت ايه هيقل، هما inversely proportional. تمام. وبالتالي الريت بقى ممكن ازوده ازاي؟ ان انا اقلل الفيسكوستي. طب هقلل الفيسكوستي ازاي؟ ممكن عن طريق ان انا ازود درجه الحراره، لان كل ما بتزود الحراره كل ما الفيسكوستي بتقل. اوكي.
طبعا ده مش حل متاح للكل لانه الحاجات الثيرمولابايل هتتكسر. طيب البديل ايه؟ ان انا اعمل ديليوشن. تخيل انت بتفلتر مثلا جليسرين فقمت مخففه بميه، كده الفيسكوزيتي قلت وبالتالي بدأ يمشي بسرعه. بس طبعا زي اي حل، الحل ده مش مطلق، في حالات مش هينفع اعمل فيها ديليوشن. تمام، يبقى انا يا اما ازود درجه الحراره، ده حل متاح لكن مش هينفع في الثيرمولابايل، يا اما اعمل ديليوشن وده حل مش متاح بالنسبه لبعض الحالات. طيب الفاكتور اللي بعد كده هو الثيكنس اوف فلتر كيك. احنا اتفقنا خلاص ان كل ما الثيكنس بتعلى كل ما الفلتريشن يقل، فبالتالي هو انفرسلي بروبورشنال مع الريت اوف فلو. يبقى الثيكنس از انفرسلي بروبورشنال تو ايه؟ الريت اوف فلو. تمام. طيب خلي بالك انه الثيكنس بتاعت الكيك دي بتتاثر بالاريا بتاعت الفلتريشن، كل ما بتزيد الاريا كل ما الثيكنس بتاعت الكيك بتقل، كانك هتفرش كيلو، الكيلو ده لو هتفرشه في طبق صغير غير لو هتفرش الكيلو ده في صينيه كبيره. لو هتفرش كيلو بودره في صينيه كبيره هتلاقي الثيكنس بتاعها قليل، انما لو هتفرشها في طبق صغير هتلاقي الثيكنس عالي قوي. تمام. في بعض الحالات او في بعض الاجهزه كل ما بتتكون الكيك بثيكنس معينه بيقوموا قشطنها عشان ايه؟ يسيبوا مساحه جديده لايه؟ لفلتريشن جديد، زي ما هنشوف ان شاء الله في المحاضره الجايه. بعض الاجهزه اللي زي الروتري فيكيوم فلتر مثلا كل ما بتتكون كيك بثيكنس معينه بيقوموا قشطنها عشان ايه؟ نشيل الكيك القديمه بالثيكنس بتاعتها، فايه نبتدي نعمل ايه؟ فلتريشن جديد وهكذا. الفاكتور الرابع هو البريشر دروب، وده عاوزين نتكلم فيه. انا اتفقنا ان البريشر دروب ده لو انا بفلتر، تخيل معايا كده، هو الفرق بين البريشر هنا والبريشر هنا. طبعا هنا لازم يكون اعلى عشان يزق لي يدوس على الفلتريت فينزل لتحت. لو البريشر فوق اتساوى بالبريشر تحت الليكويد مش هيتحرك. طيب البريشر دروب ده انا هعمله ازاي؟ هعمله بطريقه من اتنين. أول حاجة الجرافيتي. الجرافيتي دي اللي هي إيه؟ الجرافيتي دي اللي هي عجلة الجاذبية. زي ما كنت بتعمل بالظبط في الفلتر فيبر، أنت حاطط فلتر فيبر في الفانل، عجلة الجاذبية بتشد الليكويد لتحت فبيعدي من خلال الإيه؟ الفلتر فيبر. وطبعًا دي أقل حاجة بنستعملها. دي بنستعملها كمان في الأغراض البحثية أو الحاجات الإيه؟ التحضير في الصيدلية بشكل مبسط، لكن ما ينفعش أستعملها في الإيه؟ في المصانع. تمام؟ طيب يتبقى عندي حل من اتنين، اما ان انا او حل من تلاته، اما ان انا ازود البريشر فوق فانت بتعمل بوش، او ان انا اقلل البريشر تحت عن طريق ان انا اعمل فيكيوم، او ان انا اعمل بريشر بطريقه ثالثه خالص. تعالوا نشوف الفيكيوم. الفيكيوم ان انا زي ما اتفقنا انا البريشر هنا عادي اهو الاتموسفيريك بريشر، هنا بقلل البريشر عن طريق ان انا بسحب الهواء فيبتدي الايه؟ الليكويد يتزق معايا بسرعه، لان البريشر فوقه هنا بقى اعلى بكتير من البريشر تحته. اوكي؟ طيب الميزه انه لما بتعمل فيكيوم الجهاز مش هينفجر، لو الجهاز اتكسر هيحصل له كولابس هيتطبق على بعضه لكن مش هينفجر في وشك. انما العيب في ايه؟ العيب انه السائل بتاعك هنا عند 1 اتموسفير وهنا انا خليته ماكسيمم يعني خليته صفر. ففرق البريشر هنا كام؟ 1 بار. 1 بار اللي هو 1 اتموسفير. يبقى ماكسيمم ماكسيمم فرق في البريشر هو الايه؟ 1 بار. ما تقدرش تعمل فرق في البريشر اكتر من كده. طيب البديل ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل بريشر او تو بريس، ان انا بقى اجي من هنا انا سايب ده عادي زي ما هو، انما فوق انا بدوس. وهنا بقى ممكن ادوس ب 2 بار 3 بار 10 بار 100 بار زي ما انت عايز. ودي بتبقى اكتر طريقه طبعا موفره في المصانع عشان بتوفر وقت. اوكي؟ فبالتالي انا بقدر ادوس على الليكويد فيعدي لي من الايه؟ من الفلتر ميديم بتاعي بايه؟ بسرعه، يعني تخلي البروسس عندي مور افشنت. اوكي؟ طيب ميزته ايه؟ ميزته ان البريشر ديفرنس عالي، انا ممكن اعمل لغايه 15 بار، شوفوا اهو لغايه 15 بار. عيبه ايه؟ زي ما اتفقنا ان الجهاز ممكن يحصل له ايه؟ ينفجر.
لو حصل كراكس مع ضغط عالي هينفجر، ولما ينفجر طبعا لو الجهاز ده انفجر 15 ضغط جوي انفجر في وش واحد هيبهدله يعني. طيب الطريقة بقى الأخيرة السنتريفيوجال فورس، إن أنا أعمل سنتريفيوجيشن، ولما بعمل سنتريفيوجيشن أنا بعمل إيه؟ بزود فرق الضغط بشكل كبير جدا. أوكي؟ كأنك بالظبط بتعمل الجرافيتي بس تضربها في 100 في 50 في 20. السنتريفيوجيشن بالظبط هو نفس فكرة الجرافيتي اللي اتكلمنا عنها، بس بدل ما أنا بخلي السائل يتحرك بحرية تحت تأثير قوة الجذب بتاعة الأرض، فأنا لما بلفه بسرعة قوي أنا بخلي قوة الجذب دي تقريبا 20 ضعف 10 أضعاف 100 ضعف، فبخلي الإيه الفرصة عالية جدا جدا جدا. أوكي؟ طيب هنتكلم دلوقتي على حاجة اسمها، يبقى إحنا كده اتكلمنا على الفاكتورز اللي بتأفكت الفلتريشن. أوكي؟ اتكلمنا على البريشر دروب، اتكلمنا على الفيسكوستي، اتكلمنا على الثيكنس، اتكلمنا على كروس سكشنال اريا، واتكلمنا على البرميابيلتي كوفيشنت. هنتكلم دلوقتي على الفلتر ايدز. ايه هي الفلتر ايدز؟ اتفقنا ان البرميابيلتي بتاعت الكيك بتبقى عاليه جدا لما الكيك بتبقى بورس. الكيك لو مش بورس البرميابيلتي بتاعتها هتبقى ايه؟ ضعيفه جدا. فانا مش عاوز البرميابيلتي تبقى ضعيفه، لان كل ما البرميابيلتي بتقل كل ما الفلتريشن ريت بيقل هو كمان. تمام؟ طيب فبالتالي لو انا عندي السوليدز عندها النيه انها تتدك في بعضها وتعمل لي كيك مكتومه وتمنع بعد كده ان الايه ان الليكويد يعدي او الفلتريت يعدي، اتغلب على ده ازاي؟ اتغلب على ده عن طريق ان انا بحط فلتر ايدز. الفلتر ايدز دي سوليدز بحطها علشان تخلي لي الكيك بتاعتي بورس. اوكي؟ تمام. عشان كده بنقول ان الـ ideal filter aid performs the functions physically or mechanically إيه ان هي ايه no absorption or chemical reaction is involved. خد بالك ان الفلتر ايد لازم ما يتفاعلش لا بشكل physical، لا يحصل absorption او chemical action يحصل نتيجة الايه الفلتر ايد. اوكي؟ طيب بطبيعة الحال احنا خلاص اتكلمنا على ايه هي الفلتر ايد. الفلتر ايدز بضيفها بطريقة من اتنين، يا اما بعمل بري كوتنج يا اما بعمل بودي ميكس. بري كوتنج يعني ايه؟ يعني باجي على الممبرين اللي هعمل عليه فلتريشن واقوم من افلتر الاول فلتر ايدز. يعني اجيب فلتر ايد انا حاطه في سلاري، عامله سلاري وافلتره، فهو يعمل لي كوت على فلتر ايه؟ الفلتر ميديوم. اوكي؟ ولما يعمل لي ده هيخلي لي بداية الكيك بورس فبقية الكيك بورس. وخلي بالك ان انا يهمني ان انا اعمل كوتنج ايه بمعدل تقريبا نص كيلو لكل متر مربع. يعني المساحه بتاعت الفلتر ميديوم اللي المتر مربع يبقى عليها قد ايه من الفلتر ايدز؟ يبقى عليها نص كيلو جرام من الفلتر ايدز. طيب دي طريقه، يبقى انا في الاول فلترت الفلتر ايدز، بعد كده هفلتر الايه؟ الماده بتاعتي. الطريقه الثانيه ان انا بعمل بادي ميكس، والبادي ميكس ده واضح قوي من اسمه اللي هو ايه؟ انا بحط الفلتر ايدز جوه الميكتشر اللي انا هعمله فلتريشن، بحطها بنسبة من 1 إلى 0.5%. يبقى انا بقى مش فلترت الفلتر ايد بعدين حطيت فوقه المادة بتاعتي، لا ده انا حطيته مع المادة بتاعتي وخلطتهم مع بعض. اوكي؟ ولما خلطتهم مع بعض الكيك مش هتكتم وهتبقى بورس، لان الفلتر ايد بيخلي لي الكيك ايه؟ بورس. تمام؟ اكتر ميثود بتبقى كومن خصوصا في الصناعه هي ايه؟ البادي ميكس مش البري كودنج، لانها اسهل ومور افيشنت وكمان اوفر سواء في استعمال الفلتر ايد او في عدد الخطوات. تمام؟ فاحنا اتفقنا ان هي بتمينيمايز الايكويبمنت ريكويرمنتس، عشان كده ايه والكروس كونتامينيشن بوتنشال. انا مش بره اقوم خالط حاجه تاني وارجع احطها وبعدين افلتر، لا انا مجرد بحطها مع الماده بتاعتي. اوكي؟ طيب ايه هي الفلتر ايدز اللي بنستعملها كتير؟ الدياتومايت، انتوا اخدتوها بقى في العقاقير، كيزو الجهر، بيور سيليكون دايوكسيد، بيرلايت اللي هو عباره عن امونيوم سيليكيت او السليولوز او الاسبستوس. وخدوا بالكم الاسبستوس ما ينفعش في استعمالات الصيدله قوي، لان الاسبستوس ماده مسرطنه. هو موجود هنا عشان ليه استعمال صناعي، لكن في الصيدلة ما بنستعملش اسبستوس.
والكربون اللي هو الفحم، بس مش الاكتيفيتد شاركول لانه هيعمل ادسوربشن، انا مش عايز يعمل ادسوربشن، الكربون عادي فحم عادي. تمام، احنا كده خلصنا الجزء المقدمه اللي هو بنتكلم فيه عن الثيوري، وان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم على الاكويبمنت. لو حد يا شباب عنده اي استفسار اتفضلوا تحت امركم وبالتوفيق.